اهتمام موسيماني بالعناصر الصاعده في الاهلي كان محل اهتمام واشاده الصحف الخارجيه. مجله 442 الانجليزيه بتتحدث على اهتمام موسيماني بالناشئين في النادي الاهلي، وكيف ان المدرب الجنوب افريقي في اول تجربه لمدرب من الجنوب في نادي القاهره او النادي القاهره العملاق بيتم تصعيد عدد كبير من اللاعبين ليكسبهم مزيد من الخبره، وبيقولوا انه موسيماني بيحدث شيء من النقله الكبيره جدا في كره القدم الاهلاويه. وانا بقول لكم انه موسيماني مبسوط جدا من ناشئين النادي الاهلي، سعيد جدا بمستوياتهم، هيستعين بعدد وافر منهم، هيعير العدد اللي عايزه منهم يشارك على اساس انه يقدر بعد كده يستخدم او يسترد الواحد تلو الاخر.